احنا هاد السنة ككل سنة يعني كتكون يعني بزاف ديال هذه الأشياء اللي كنقدموها للمواطن، ولكن هذا العام بالمناسبة ديال جائحة كورونا بطبيعة الحال القابلة يعني هي والأسرة بصفة عامة وهي والمرأة بصفة خاصة، يعني كاين واحد يعني واحد لا كومبليسيتي بيناتهم اللي كتبان في هذه القضية هذه ديال أنها المرأة خصوصا الحاملة والمرأة اللي غادي تولد كاين الظروف ديال الحج الصحي، الظروف يعني ديال العائله ما كتكونش معاها ما كيف، لان احنا عندنا في المجتمع المغربي ديك الحدث ديال الولاده الحمل والولاده كيكون المواكبه ديال الاسره. طبيعه الحال بهذه المناسبه هذه ما كايناش هذه المواكبه، كاين مشاكل كذلك يعني ماديه. اذا فالجمعيه الوطنيه للقابلات بالمغرب ارتأت انها تعطي هذا الدعم هذا لهذ النساء ولهذ الاسر في هذا الظرف هذا ديال الجائحة ديال كورونا والظرف ديال الحجر الصحي، يعني حتى الا بغات تقدم ما يمكن لهاش، الامكانيات ما كاينينش، وكذلك الدعم الاسري. اذا اللي درنا كجمعيه ديال الوطنيه للقابلات بالمغرب هو انه قبل رمضان واثناء رمضان اعطينا واحد القفه يعني اكثر من 300 اسره استفدت من القفه ديال رمضان، والقفه يعني كانت قفه اللي كتستجب الحاجيات ديال المراه الحامل وكذلك المراه اثناء الولاده، يعني قفه ماشي عاديه، قفه مدعمه. من بعد القفه ديال رمضان كاين واحد يعني جميع اللوازم ديال المراه الحامل والمراه اللي نفسها، من يعني ملابس ديالها، من ملابس ديال الطفل، من ما كل ما يتعلق بالهيجين، وكذلك يعني الأدوية اللي غادي تخصها في هذيك المرحلة ديال الولادة وما بعد الولادة، سواء بالنسبة لها سواء بالنسبة للطفل. إذا احنا درنا راسنا في بلاصة الأسرة ديال المرأة، وداك الشيء اللي كتوجد المرأة أو الأسرة ديالها احنا وجدناه وعطيناه للمرأة، خصوصا اللي عندها ظروف يعني يعني سواء معوزة أو لي مير سيليباتير أو بطبيعة الحال النساء خصوصا الإفريقيات والسوريات. إذا هذا الدعم هذا كان على شكل جوج ديال لي ساك، ساك بور لا مامون، ساك بور لو بيبي، فيه جميع اللوازم يعني اللي غادي تحتاجها. وكاين كذلك الدعم بالنسبة للقابلات، لأن ما نساوهمش في هذه الظروف ديال كوفيد 19، فالقابله كذلك يعني كاينين النساء اللي عندهم كورونا وهي اللي كدير لهم تتبع الحمل وهي اللي كتقوم بالولادات. اذا حتى هي كانت واحد لاكسيون جهتها اللي كانت عباره عن يعني ملابس للقابله وكذلك ادوات ديال التطهير. والان حنا في القفه ديال العيد، قفه خاصه لهذه المناسبه ديال العيد اللي فيها يعني مسائل ديال خصوصا الاطفال اللي كيحتاجوا لها الاطفال، وملابس العيد بطبيعه الحال من الزياده حتى يعني حتى الاطفال الكبار. اذا هادو هما لي زاكسيون اللي درنا في هذه المناسبه ديال كوفيد 19 كجمعيه ديال القابلات، لان القابله ماشي عندها غير ديك الوقت ديال الولاده مع النساء والاسر، بل راه كاين واحد يعني واحد الدعم وواحد المسيره اللي كت فيها القابله وفيها الاسره بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وما نساوش الطفل كذلك اللي هو يعني في الوسط ديال الاهتمام ديالنا كقابلات.